بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نشرح الدروس من 26 إلى الدرس رقم 30 رياضيات للصف الثاني الابتدائي. الدرس رقم 26 وهو عبارة عن لعبة، لعبة معي ومن معه. وكيف ندير هذه اللعبة؟ هذه بطاقة مكتوب عليها معي أو لدي 698، ويسأل التلميذ من لديه 986، وهذه البطاقات موجودة في دليل المعلم في نهاية الكتاب. فيقوم المعلم بتنفيذ هذا النشاط داخل الفصل. لدي 869، من لديه 698؟ يقول التلميذ الرقم الذي معه ويسأل من لديه الرقم الآخر، وتكون الأرقام مكتوبة بالصيغة الرمزية والصيغة الممتدة كما هي بالشكل. لدي 315، من لديه 869؟ لدي 406، من لدي 208؟ أحسنتي. ويقف تلميذ آخر، لدي 986، من لديه 406؟ لدي 507، من لديه 999؟ أحسنتي، 999. لدي 630، من لديه 507؟ كتاب التلميذ معي 224. يقف التلميذ ويقول معي 224، من معه 353؟ ونملأ البطاقة الأخرى بما هو ينقص هذه البطاقة. يعني نقول معي 353، من معه 224؟ معي 487، من معه 725. أحسنت. الآخر معي 725، من معه 487. أحسنت. تكون البطاقتان مكملتان لبعضهما البعض. يعني هو يقول معي 725 ويبحث عن من معه 487، والآخر يكون معه 487 ويبحث على من معه 725. ضع دائرة حول الكلمات التي تصف أفكارك ومشاعرك فيما يتعلق بالكتابة بالأرقام وبصيغة القيمة المكانية. يمكنك وضع دائرة حول أكثر من واحدة، ممتعة وسهلة وصعبة ومربكة وصعبة للغاية وساعدوني. يا ترى إيه شعور التلميذ؟ فكل تلميذ يصف أفكاره. ممكن تلميذ يضع دائرة حول أنها ممتعة أو سهلة أو مربكة أو صعبة للغاية أو يطلب المساعدة، وكل تلميذ يصف أفكاره. الدرس رقم 27، وهذا الدرس سوف نأخذ بعده تدريبات على السبورة. دي علامة أصغر من، ودي علامة أكبر من، ودي علامة يساوي زي ما احنا عارفين. هنقارن بإحدى العلامات السابقة، 731 و378. يا ترى مين الأكبر؟ التلميذ هيبص لرقم المئات، هيبص لرقم ايه؟ المئات. يعني هنا المئات 7، أما هنا المئات كام؟ 7 تساوي كام؟ 700، والتلاتة تساوي 300. مين الأكبر؟ 7 ولا التلاتة؟ 7، لأنها بـ700. إذا نضع علامة أكبر من، نضع علامة ايه؟ أكبر من. أكبر من. طيب المسألة الثانية 938، خلي بالك، و689. أنا بص على إيه؟ هبص على إيه؟ على المئات. هنا 9 والناحية التانية كام؟ 6. يا ترى مين الأكبر؟ التسعة. ليها 9؟ 900. ممتازة. والستة بكام؟ بـ600. أحسنتي. إذا نضع علامة أكبر من، نضع علامة إيه؟ أكبر من. أخلي بالي أنا لما أبص لمين؟ للمئات. طيب هنا 413 و492. هنا المئات كام؟ 4. وهنا المئات كام؟ 4. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ المئات هنا ب4 تساوي 400، والناحيه الثانيه ايضا 400. هبص لمين؟ للعشرات. للعشرات. اذا تساوت المئات هبص لمين؟ للعشرات. العشرات هنا كام؟ 1. احسنتي. وهنا كام؟ 9. الواحد في العشرات احنا عارفينه بكام؟ ب10. اما في التسعة في العشرات؟ بـ90. يبقى التسعين ولا العشرة الاكبر؟ التسعين. ممتازة. يبقى نضع علامة اصغر من، 413 اصغر من 492.
تأمل. طبعا السؤال ده في تأمل يكتبه المعلم للتلاميذ، وهذه الأرقام ليس قراءتها ليست على التلميذ، ولكن ينظر التلميذ إلى الخانة الأولى من الناحية اليسرى. الرقم النوتي الأكبر طبعا هنا رقم كام؟ واحد. وهنا رقم كام؟ ستة. الستة ولا الواحد أكبر؟ الستة. الستة أكبر، أحسنت. إذا نضع علامة أصغر من. وقبل الدرس 28 سوف نأخذ تدريبات على السبورة. وقبل حل التدريبات سوف أقوم بحل مسألتين على السبورة. 327 أكبر ولا أصغر ولا يساوي 572؟ أنا طبعا هبص الرقم إيه؟ المئات. هبص الإيه؟ المئات. هنا المئات 3 وهنا المئات كام؟ 5. 3 ولا الخمسة الأكبر؟ الخمسة. أحسن. ليه؟ لأن الثلاثة تساوي 300 والخمسة تساوي 500. إذا هضع علامة أصغر من. أصغر 327 أصغر من 572. المسألة الثانية 852 أكبر ولا أصغر ولا يساوي 811؟ هبص المية زي ما أنا متعود، هبص الإيه؟ المئات. المئات هنا كام؟ 8. 8 تساوي 800. والمئات هنا كام؟ 8. 8 تساوي 800. هنا تساوي، هعمل ايه؟ هبص للعشرات، هبص لمين؟ للعشرات. هنا 5. العشرات هنا 5. العشرات هنا كام؟ 5. تساوي كام الخمسة؟ 50. 50. وهنا العشرات كام؟ 10. 1 يساوي 10. ال 50 ولا العشرة الأكبر؟50. إذا 852 أكبر من 811، هضع علامة أكبر منه. المسألة الثالثة 551 أكبر ولا أصغر ولا يساوي 550؟ هبص لإيه؟ للمئات. هنا 5 وهنا كام؟ 5. طيب تساوي الخمسة تساوي 500 والخمسة تساوي 500، إذا الخمسة تساوي الخمسة. هبص لمين؟ للعشرات. هبص لمين؟ للعشرات. العشرات هنا تساوي كام؟ 50. العشرات هنا 5 وهنا كام؟ 5. 5 في العشرات تساوي 50. 5 في العشرات تساوي 50. يبقى لحد كده الارقام متساوية. هبص لاخر رقم اللي هو مين؟ الآحاد. اذا تساوت المئات هروح للعشرات، اذا تساوت العشرات هروح لمين؟ للآحاد. هروح لمين؟ للآحاد. الآحاد هنا 1. 1 في الآحاد يساوي 1. وهنا 0. الواحد ولا الصفر الأكبر؟ الواحد. إذا 551 أكبر من 550. مفهومة؟ يلا نحل التدريبات. 31 أكبر ولا أصغر من 29؟ طبعا المسألة ما فيهاش مئات، هبص لمين؟ للعشرات. هبص للعشرات. هنا العشرات كام وهنا العشرات كام؟ هنا العشرات 3. وهنا عشرات كام؟ 2. يبقى في مين الأكبر؟ دي ال31. اعمل علامة أكبر من. أحسنت. هنا 601 و600. هبص لمين؟ للمئات. المئات زي بعض صح؟ أيوه. هبص لمين؟ للعشرات. العشرات زي بعض. هروح آخر حاجة هبص لمين؟ للآحاد. الآحاد فيها كام؟ الآحاد فيها واحد. والرقم الثاني صفر. يبقى الواحد ولا الصفر الأكبر؟ الواحد. أحسنت. يبقى هضع علامة أكبر من. ممتازة. طبعا المسألة دي ما فيهاش مئات، 99 و123. الرقم دي رقمين ودي ثلاث أرقام. طبعا أي ثلاث أرقام أكبر من رقمين. هنا المئات صفر، المئات إيه؟ صفر. لكن هنا المئات 1. إذا 99 أصغر من 123. هنا 720 أكبر ولا أصغر من 270؟ هبص لإيه يا شاطرة؟ للمئات. شوف المئات هنا كام؟ والمئات هنا كام؟ يلا. المئات هنا 2 وهنا 7. السبعة ولا الاتنين أكبر؟ السبعة. برافو. يبقى 720 أكبر من كام؟ أكبر من 270. 963 أكبر ولا أصغر من 936؟ أنا طبعا هبص لمين؟ للمئات. إذا تساوت المئات هبص على العشرات، إذا تساوت العشرات هبص على الآحاد. يلا. التسعة وهي 90.
التلاتة وهنا ستة يبقى الستة الأكبر. ممتازة، هتحط علامة ايه؟ أكبر من. ممتازة، أكبر من. أحسنت. 211 و112 هبص لإيه؟ للمئات. أحسنت، للمئات. المئات هنا كام والمئات هنا كام؟ المئات هنا واحد وهنا اثنين. مين الأكبر؟ الاثنين. يبقى ال 211 أكبر من؟ أكبر من 112. 112. أحسنت يا مرة. 863 و863 مين الأكبر؟ الثمانية على هنبص للمئات. هنبص لمين؟ هي الثمانية هنا وثمانية هنا. ممتازة. العشرات؟ العشرات ستها وستها، والآحاد ثلاثة وثلاثة هنا. يبقى الناتج ممتازة. بارك الله فيك. بص. هنا 215 وهنا 315. هبص لإيه؟ هبص للمئات. هنا اتنين. اه. وهنا تلاتة. ممتازة. تلاتة ولا الاتنين؟ التلاتة. يبقى نحط علامة؟ أكبر من. أحسنت. هنا 170، هنا 107. هنبص للمئات. هنا 100 وهنا 100، وهنا 7 وهنا 0، يبقى 170 الأكبر. ممتازة، نحط علامة إيه؟ أصغر من. أصغر من. 107 أصغر من 170. هنا 464 وهنا 446. هبص لمين؟ للمئات. المئات هنا 4 وهنا 4. ممتازة. وهنا 6 وهنا 4. مين الأكبر؟ الستة. يبقى هتحط على 464. ممتازة. هعمل أصغر من. أحسنتي، بارك الله فيك. الدرس رقم 28 215 و79، يا ترى مين الأكبر؟ هبص على المئات. هنا المئات كام؟ اتنين. اه هنا مفيش مئات، يبقى يعتبر صفر. يعتبر ايه؟ صفر. يبقى 215، المئتين هنا 215 يعني 215، ودي 79 يعني 79. المئتين وخمستاشر، المئتين تساوي الاتنين في المئات تساوي 200، الاتنين في المئات تساوي 200. اما هنا المئات تساوي صفر، يبقى طبعا ال 215 أكبر من 79. 46 أكبر ولا أصغر من 123؟ ونلاحظ، أحسنتي، نلاحظ إن المسألة دي من رقمين ودي من 3 أرقام. ثانيًا نلاحظ كمان إن المسألة الكبيرة كل أرقامها أصغر من المسألة الأخرى، يعني هنا 46 أما هنا 123، يعني مكونة من 1 و2 و3. في الرقم الأول لا يوجد مئات، في الرقم الأول لا يوجد إيه؟ مئات. أما الرقم الثاني يوجد مئات، في الرقم الأول لا يوجد، قيمته صفر. أما الرقم الثاني يوجد رقم واحد، واحد الرقم الأول 46، 46. أما الرقم الثاني 123، 123. في الرقم الأول المئات تساوي صفر، أما في الرقم الثاني المئات تساوي كام؟ 100. يبقى المية أكبر، إذا نضع علامة أصغر من. نضع علامة إيه؟ أصغر من. كتاب التلميذ، الإرشادات: اختر بطاقتين، اكتب الأعداد في الفراغات، ثم قارن الأعداد واكتب رمز أكبر أو أصغر أو يساوي في الدائرة. طبعا البطاقات دي موجودة أيضا في نهاية دليل المعلم. يطبع المعلم الورقة من دليل المعلم ثم يكتبها للتلاميذ. 382، 300 كام؟ 82. أكبر ولا أصغر من 382؟ هبص للمئات، المئات فيها كام؟ 3. والعشرات كام؟ 8. والآحاد كام؟ 2. إذا يساوي، هنا الناتج إيه نكتبها؟ يساوي. طيب 689 و938، هبص لمين؟ للمئات، هبص لمين؟ للمئات. هنا 9 وهنا 6، يبقى هنا دي الأكبر. هنا 9 وهنا كام؟ 6. التسعة أكبر من الستة، إذا نضع علامة إيه؟ أصغر من. 689 أصغر من 938. 740 أكبر ولا أصغر من 372؟ 740، هبص لمين؟ للمئات. المئات هنا كام؟ 7. وهنا المئات كام؟ 3. الثلاثة ولا السبعة الأكبر؟ السبعة. إذا 740 أكبر من 382. 386 أكبر ولا أصغر من
689. هبص لمين يا ابطال؟ للمئات. المئات ولا 689 اكبر. ال 689 اكبر، يبقى نضع علامه اصغر من 386 اصغر من 689. 938 اكبر ولا اصغر من 740؟ هبص للمئات، المئات هنا 900 وهنا المئات 700، يبقى التسعة اكبر من السبعة، او التسعمية اكبر من السبعمية، نضع علامة اكبر من. 386 اكبر ولا اصغر من 938؟ هبص للمئات، ثلاثة، المئات هنا ثلاثة والمئات هنا كام؟ تسعة، يبقى 938 اكبر، هضع علامة اصغر من، لان 386 اصغر من 938. 689 و 689 هبص لمين؟ للمئات. 600 يساوي المئات هنا كام؟ 6، والمئات هنا كام؟ 6، العشرات هنا كام؟ 8، والعشرات هنا كام؟ 8، الاحاد 9، والاحاد 9، يبقى يساوي، هضع علامة ايه؟ يساوي. اخر رقمين 386 و 382، هبص للمئات كام؟ وهنا ثلاثة، العشرات إذا تساوت المئات هبص للعشرات، العشرات هنا كام؟ ثمانية، وهنا ثمانية، يبقى تساوت أيضا، هبص للأحاد، الأحاد هنا كام؟ ستة، والأحاد هنا، يبقى الستة أكبر، 386 أكبر من 382. الإرشادات، تأمل ما تعلمته واكتب أو ارسم الإرشادات لمعرفة كيفية مقارنة الأعداد. عندما نقارن بين عددين ننظر إلى الخانة الكبيرة، هنا الخانة الكبيرة المئات، الخانة الكبيرة المئات، المئات في الرقم الأول يساوي صفر، أما المئات في الرقم الثاني يساوي واحد، إذن المئات هي الفيصل في المقارنة بين الرقم المكون من ثلاث أرقام، المئات في الرقم الأول تساوي صفر، أما المئات في الرقم الثاني تساوي واحد، والواحد بمية، إذن نضع علامة أصغر من. الدرس رقم 29، الدرس 29 التطبيق. الإرشادات، اكتب الأعداد بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر، طبعا بالترتيب هنشوف العدد، طالب هو مني أن أكتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، هشوف الصغير وأكتبه الأول. أصغر رقم فيهم 17 ولا 9 ولا 2 ولا 3 ولا 8؟ أصغر عدد، أحسنتي، رقم 2، أكتب رقم 2 وكمان علم عليها دائرة عشان اعرف ان انا اخترته وما اختاروش تاني. اللي اكبر من الاثنين على طول هدور انا في تلاتة، يبقى التلاتة نكتبها بعديه على طول، وبرضه هعمل عليها ايه؟ علامة عشان ما ادورش عليها تاني. بعد التلاتة اربعة، في اربعة؟ لا. بعد الاربعة خمسة، في خمسة؟ لا. بعد الخمسة ستة، في ستة؟ لا. بعد الستة في سبعة، في سبعة؟ لا. بعد السبعة في تمانية، في تمانية؟ لا. لا، يبقى رقم تمانية ونعلم عليها ايه؟ بالجاي. علامة عشان ما ندورش عليها تاني. كده معايا 17 و9، مين الأصغر؟ التسعة، نكتب رقم 9 ونعلم عليها علامة، مش باقي غير ال 17 بس نكتبها. كده رتبنا ترتيب من الأصغر إلى الأكبر، وده كتاب التلميذ صفحة 41، نفس الصفحة 41 بس ده من الأصغر إلى. طالب مني أن أكتب الأعداد بالترتيب، أكتب الأعداد بالترتيب من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى إيه؟ الأكبر. أصغر رقم 11 ولا 156 ولا الأربعة ولا 23 ولا 17؟ الأربعة. أربعة أصغر رقم، كام؟ أربعة، هكتب رقم أربعة وأعلمها أيضا، ما انساش العلامة دي عشان تعرفني إن أنا اخترت الرقم ده قبل كده. بعد الأربعة يا ترى 11 ولا 156 ولا 23 ولا 17؟ 11. أحسنت، 11، نكتب رقم 11 ونعلم عليها علامة. بعد ال 11 156 ولا 23 ولا 17؟ 17. ممتازة، 17، ونعلم عليها ايه؟ علامة. 23 ولا 156؟ 23. أحسنتي، ونعلم عليها دائرة. آخر رقم 156. الإرشادات، اكتب بالترتيب من الاكبر، نلاحظ هنا قال لي منين؟ من الاكبر الى الاصغر، هكتب الكبير الاول، يا ترى اكبر رقم فيهم الاربعه ولا ال 13 ولا ال 29 ولا 33 ولا 23؟ ابص لخانه العشرات، العشرات هنا، هنا ما فيش عشرات، وهنا واحد،
هنا 2 هنا 3 هنا 2 يبقى 33 اكبر رقم. نكتب 33 ونعلم عليها علامه. بعد ال 33 29 ولا 23؟ هنا العشرة 2 وهنا العشرة 2. ابص للاحاد هنا 3 وهنا 9، يبقى مين الاكبر؟ 29. طبعا 29 اكبر. نكتب 29 ونعلم عليها دائره. بعد كده 13 ولا 23؟ 23 عشان احنا نازلين، ترتيب يعتبر تنازلي. 33 وبعد كده 29 وبعد كده 23. 23 ونعلم عليها دائرة. بعد 23 4 ولا 13؟ طبعا 13 ونعلم عليها دائرة. وآخر رقم رقم 4. الإرشادات: اكتب الأعداد بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر. هرتب برضو من الأكبر للأصغر. أكبر رقم فيهم 28 ولا 4 ولا 38 ولا 241 ولا 34؟ طبعا أكبر رقم 241. 241 اكبر رقم ونعلم عليها علامه. اللي اقل من ال 241 38 ولا 34 ولا 28؟ طبعا 38 ونعلم ايضا علامه. 34 ونعلم علامه. 28 ولا 4؟ 28. 4 اخر رقم 4. نكتب رقم 4. هنبدا ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى الأكبر. طبعاً ده ترتيب تصاعدي. هشوف الرقم الصغير وأكتبه وبعد كده هعلم عليه علامة عشان ما اختاروش تاني. يلا ابدأي. أحسنت. شوفي بعد الخمسة. ممتازة. أحسنت. قاعد كام؟ 17 و 11 على مهلك. 17 و 11 من الأصغر. أحسنت. آخر رقم. ممتازة. الأرقام الثانية 24 و 38 و 34 و 28 و 4، نفس الكلام من الأصغر للأكبر. أصغر رقم. أحسنت. ونضع عليه علامة عشان ما نختاروش تاني. اعمل على علامة مش مشكلة. احسنت. 24. ممتازة. ممتازة. برافو عليك. احسنت. هنرتب الاعداد من الاكبر الى الاصغر. نشوف الرقم الكبير ونكتبه الاول. يلا اكبر رقم فيهم كام؟ احسنت. ممتازة. 16. أحسنت. بارك الله فيك. يلا مريم حل المسألة الأخيرة. أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. شوف الكبير ورتبه للصغير. 28 و 26 أكبر رقم. 28. ممتازة. علم عليها. أصغر من ال 28 26 ولا 27 ولا 25 ولا 24؟ أحسنت. 27. اكتب 27. أحسنت. 26 علم عليها. علم على 26. ممتازة. ايه اللي أصغر من 26؟ ممتازة. 25. ايه اللي أصغر من 25؟ 24. أحسنت. برافو عليك. الدرس رقم 30. الإرشادات: تعاون مع زميلك المجاور لاختيار خمس بطاقات لعب، ثم اكتب الأعداد على البطاقات من الأصغر
إلى الأكبر. هيختار التلاميذ بعض البطاقات مثل 12 و 162 و 11 و 25 و 145 ويتعاونوا معا في ترتيب هذه البطاقات من الأصغر إلى الأكبر بهذا الشكل. أصغر رقم طبعا رقم 11 ويليه رقم 12 ثم بعد ذلك رقم 25 ثم بعد ذلك رقم 145 والرقم الأخير 162. الإرشادات: اكتب أو ارسم ما قمت به على نحو جيد والذي ما تزال بحاجة إلى التدرب عليه. يعني هشوف التلميذ ما قمت به على نحو جيد، يشوف المهارة اللي أتقنها التلميذ أو الدرس الذي أتقنه التلميذ في قراءة الأرقام ما قمت به على نحو جيد. طبعا ممكن يقول التلميذ قراءة وكتابة الأعداد بالصيغة الرمزية، احنا عارفين الصيغة الرمزية اللي هي العادية 527 مثلا. ما زلت بحاجة إلى التدرب عليه قراءة وكتابة الأعداد بالصيغة الممتدة. قراءة وكتابة الأعداد بإيه؟ بالصيغة الممتدة. الصيغة الممتدة اللي احنا عارفينها مثلا 500 زائد 30 زائد 6 يساوي 536. بكده ان شاء الله نكون قد انتهينا من الفصل الثالث، وانتظرونا ان شاء الله في الفصل الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.